مواضيع عديدة أتحفونا فيها هيدي المشاهير لح نتناولها بالتفاصيل وأبرزها الإطلالة الصادمة الصاعقة المتفجرة لنجوى كرم بأحدث حفلاتها. نضال الأحمدية وتصريح خطير عن أصالة كشفت للجمهور من وين عم بتزق تيابها وأكسسواراتها. عرس حسن شاكوش بمصر وتصرف غريب لزوجته أثار العديد من التساؤلات. إليسا تستأذن الجمهور لتجلس أثناء أداء حفلتها بأحد المسارح، ولكن لطيفة تلطش هيفا وهبي بحجة الإضاءة، إضافة لإطلالة غريبة لدنيا بطمة ومواضيع أخرى. مثل العادة ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. أثارت نجوى كرم العديد من التساؤلات بسبب إطلالتها يلي ظهرت فيها بأحدث حفل لألها. ليش يا ترى كل هالضجة والمعمعة؟ خلينا نشوف. هي أرزة من أرزات لبنان الخالدة نجوى كرم. لا انا اكتر شيء ضحكني بالفيديو كله جايبين نيشان يقدمها على المسرح وبلش يجود هي ارزة من ارزات لبنان ولتحت الارض ريتك عريتها. وين الارز بالموضوع؟ قول الحيف، قول باراشوت نازل من الطيارة، قول ستار او بردية الصالون ماشي وجاي فيها على المسرح. انا شفت كل هالمواضيع بالفيديو الا الارز ما عم شوفها. عندها في غنية بتقول ما في نوم بعد اليوم إلا جنبك حبيبي، لا من بعد هيدا الفيديو ما في نوم بعد اليوم إلا على المسرح حبيبي، كأنه قصة بس المخدة وحبتين منوم وبتكمل معه. صرنا عم نشوف مؤخرا العديد من إطلالات نجوى كرم المثيرة للجدل. إذا بتتذكروا مرة لبست قرنبيطة، مرة لبست فجلة، مرة الحيف، مرة شرشف، ما عم نعرف شو عم يصير معه. هل يا ترى هيدا طريقة جديدة للتسويق للمشاهير انه عم بيتعمدوا يظهروا بهيدي الاطلالات الصادمة، او في بالموضوع بس موضة ومشي اكتر؟ الجواب بنعرفه بالايام القادمة. مقابلة مدوية اجرتها نضال الاحمدية مع الاعلامي علي ياسين على قناة الجديد، وكان التصريح الأبرز كالعادة ما فيها ما تتناول أصالة بمواضيعها، ولكن كشفت هيدي المرة موضوع حساس عن أصالة وحبها للتسوق ولكن من البالي. خلينا نشوف مقتطفات ونعود. كنت كل يوم تروح تعمل شوبين، يعني البالي تلم بتقلي استحليت لك هاد، عم طلع شو هيدا؟ أنا ما بلبس هيك شيء. تارك سعره عليه 6 يورو، هيدي أصالة. أنا عم بقول ليش نضال الأحمدية هالقد في حقد وهالقد زعلانة من أصالة؟ طير الموضوع يا جماعة، كله بيتعلق بهالهدية اللي حقها 7 يورو. ما حرام عليك يا أصالة هالقامة الإعلامية الكبيرة، نضال الأحمدية تجيبي لها هدية من البالي وبسبعة يورو؟ ما حرام عليك هالذوق المرد؟ ولو نضال الأحمدية هدية بالنلبالة ولا تحت الأرض ريتك؟ ما أنت قاعدة عم تحكي على هدية وأنا مصطوم، قول أيشة لابسة هيدي المخلوقة؟ أنت شايفي حالك يا نضال قبل ما تطلعي على المسرح كيف عملتيلنا؟ عملتيلنا مثل الخلدة المتخباية بالجورة اللي ناطرة الفلاح ليبعد لتجي وتاكله الجزرات والخسات. معقولة هاي الإطلالة؟ الرقبة لفوق وواسع وهالالوان ما شاء الله عملتي لنا فيه مثل صحن الكوكتيل، يعني ما يعني ضيعانا ما تجيب لك هديه ب7 يورو. ما قبل ما تجي تنطقضي
على القليلة طلعي بشي موديل يعني يقطع على المسرح عم تحكي على البالي وعلى الذوق وأنا ما بلبس قطرة ما أشياء لبسي هيدي خلدي خلدي أبدا. وهيدا التصريح بنفس الوقت فيه لطشي لإلك إنه أنت شخص بحب الهدايا، ما عجبتك الهدية لأنه قيمتها منا عالية فحقدت عليها للمخلوق، أو كل مرة ما في مقابلة ما بتلطشيها فيها من الزنار ونازل. No chance. ضجة كبيرة بمصر من بعد ما أعلن حسن شاكوش زواجه وانتشار مقاطع من هيدا الزواج. خلينا نشوف بعض المقاطع لتصرفات غريبة للعروس ونعود. يعني ما عم بفهم ليش هالقد العروس مبسوطة ووصلت معها انه تسجد لتشكر ربها انه صارت المدام شاكوش، لقب عظيم من مدام مسمار لمدام شاكوش، ولا تحت الارض ريتك عريت الشاكوش، عريت القدوم، عريت البنسة، عريت المفرك، عريت العدة كلها. ما كمان نتفت منطق انه بالنهاية انت يا حبيبة قلبي مين اخدي، عبد الحليم حافظ؟ اخدي رشدي أباظة؟ عشو هالحمد وهالشو؟ اوكي انه اوكي بس ما بدها هالقد تصرفات ركع وسجود، لا بدنا نروق على وضعنا. شكلك كتير متأسرة بياسمين عز وعم تحضري نصايحها، انا شاكك بهذا الموضوع. بعدين اللي صدمني اكتر مين اللي احيا حفلة عرس حسن شاكوش؟ تامر حسني. يعني عن جد شي صدمني انه المستوى اللي صار فيه تامر حسني، انه اي حفلة بتجيك اوكي ويلا. ما كمان في، ما عم بحكي عن المستوى الطبقي، لا مش ما تفهموني غلط، على المستوى الفني شو بيغني حسن شاكوش؟ انت بسكوتايا وانت فسيخة مقدقدة جاي انت تدعمه وتغني له بعرسه؟ ما بيصير هيك، لا لازم يعني تحترم مكانتك الفنية، ومش يعني كل ما يجينا عرس كرمال المصاري نضحي بمسيرتنا الفنية ونجي ونقدم اي شيء. انت تتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. إليسا أثناء أداء أحد أغنياتها على المسرح تعبت واستأذنت الجمهور لتجلس، ولكن خلينا نشوف. اسمحوا لي أقعد شوية. إليسا تسمحوا لي اقعد شوي، تسمحوا لي لحظة بس تنخبي الكلسون، اوكي الفخاض يبينوا مش مشكلة، يلا لحظة. ايه في عنا غنية بتقول بتمون على دمعي انا بتمون، صارت بتمون وعشوي بين الكلسون ولا تحت الارض ريتك عريت قعدتك. يعني اللي شافك جاي وتقعدي هالقعدة فكرك عم بتغسلي الغسيل بالحلة على النار وجاية وتحطيهم بالركن وعشوائي بدك تبلشي دعك فيهم شي كتير. عارفي حالك انه يمكن تتعبي وبدك تجلسي، على القليل لبستوا شي مناسب، مش الشق واصل عبعبدة الفوق وعشوائي الكلسون كان بين وبدنا نضل عاملين هيك وما نرتاح بقعدتنا. لا ما نظبط اصلا، المسرح والديكور معمولين للفنان يكون واقف. عارفي حالك بدك تقعدي لبسي شيء مناسب، على القليلة أطبو هالشق اللي واصل لهالدرجة، لأنه فعلا شيء تعتيري. بصير المشاهد بدل ما يسمع غنية بتمون بصير بده يسمع الكلسون، ما بصير هيك، بده يركز العالم على الصوت مش على الصورة. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. لطيفة أثناء مرورها بجانب الصحافة لطشت هيفا وهبي، كيف؟ خلينا نشوف. اول حاجه مساء الخير، مساء النور. ما تحطوا لنا اللي
بعزيني ملك يعني في لطيفة خايفة من الإضاءة. الله يخليكن يا صحفية، اوعت او الضوء على وجهها لما يبين المستور مثل ما صار مع هيفا وهبة ولا تحت الأرض ريتك. إذا في شيء أنت لازم تخافي منه بالتحديد هي صور بوستي شلبي. ما قبل ما تحكي عن هيفا وهبة واللي صار معها، ما أنت صار معك هذا الشيء قبلها بشي 6-7 شهور والأرشيف موجود مع حبيبتي بوستي شلبي. صورها عبارة عن إكس راي ما بتفلتر، يلا كله بتصور وبتنزل حبيبتي إزايك مواه، وبتفقعكم هالصورة ولا السكانر ببين كل شيء ولح الصورة موجودة عم نعرضها. عيب جيتي ولطشتي زميلتك، هلا بصير في حقد، بتصيري انت وياها مثل الدراير هلا من بعد هالتصريح اللي قلتيه. هلا ما بعرف اذا انت قلتيها بطريقة عفوية ولا هيك يعني مثل كب سم، الله اعلم. بكرة بتطلع على الاعلام حبيبتي وحبيبتي وما بتعود وحدة طايقة التاني. عيب انه احترمي زميلتك، ليش يعني تشمليها بالموضوع؟ ما انت مرقه بالموضوع قبل منا مع اكس راي بوستي شلبي. انا انصدمت انه عندها الجرأة انه حكت هالموضوع، خصوصي انه لهلا هاي فوابة عم بتعاني من تبعات هيدي الصورة والموضوع ما انه هين عليها. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. صدمنا ببرنامج The Voice النسخة الفنلندية بمتسابق عربي، ريتو ليكون بديار حدا شارك بهذا البرنامج ورفع راس العرب بشكل كبير على هالصوت الشجي اللي قدم لي. خلينا نشوف مقتطفات قصيرة من اللي قدمه ونعود. أصابك عشق أمر ميت بأسومي إيات مغرامي عليها بيت ما بنساك مطيق العيشة بلاك. فخر العرب، قدود حلبية وموال، وبعدين لا رجع صدق حاله وغنى غنية سريعة ولا تحت الأرض ريتك يا عبد الحليم الجديد. ذكرني بأحلام اليقظة تحت الدوش، كلنا يا حبيب قلبي منغني تحت الدوش لما عم نفرك الشامبو، كلنا مننطرب وكلنا منتخيل انه The Voice وعم يبرمولنا ويزقفولنا، بس هيدي بتضل أحلام اليقظة. ما عنا الجرأة انه نروح ونقدم على البرامج. هلا أكيد الإخوة بالبرنامج ما بيميزوا يمكن بالنشاز، ما بعرف، مع أنه النشاز واضح، المعزاية صوت المعزاية واضح، بس ليش برموا أبعرفش كيف، على أي أساس استندوا ليبربولك. ما شاء الله صوتك كتير ذكرني بالمطرب القدير أمين عمين. خلينا نتذكر مقطع من صوت أمين عمين ونعود. قاعدين على البلكون فتحين الإزاز وعم نقول جدون بيت ما بنساك مطيق العيشة بلاك ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. إطلالة جديدة للفنانة المثلثة المغربية دنيا بطمة، دعونا نرى. إطلالة مليئة بالمثلثات، يعني عشوائي بعد ناقص تكتبوا لنا فوق الفيديو جد المثلثات بالصورة. في عنا مثلث في الوجه وفي عنا مثلثان عند الرمانتين حاطتهم عملتهم مثل العوينات لأنه نظرهم خفيف، ما عم بفهم شو الهدف من هذا الشيء. القفطان حلو ببساطته، أكيد كمان في فن يعني لما بيعملوا القفطان بيكون عليه زخرشات وزخرفات معينة، ولكن مش لدرجة انه نبرز الرمانات بالمثلثات ونصير نميز بين الوجه والرمانات، يعني اطلالة كتير اوفر، واصلا نحن معودين على اطلالاتها الاوفر. يمكن بدها شوي تخفي النظر عن المثلث اللي بوجهها، قالت خلينا نلفت المثلثات على الرمانات برك العالم شوي بتحل عنا عن عمليات التجميل الفاشلة يلي عملتها. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. مقطع ليس بجديد ولكن عم بيتم تداوله من جديد عن شاب مصري يتزوج عجوز أجنبية. خلينا نشوف مقطع من هيدا المشهد لما سألوه عن هدفه من هيدا الزواج. happiness that's all maybe I am married younger woman but not happy. yeah. we search about happy that is our target.
زماني نوت ميك هابي. اول شيء يخز العين على الانجليز، الانجليش بتاعك يعني ولا انجليش مي حريري. واضح الصدق، واضح عم بشرشر منك ولا تحت الارض ريتك من لما قلت كلمة تارجت، وشكلك موظف مبيعات، شكلك موظف مبيعات وفاهم البزنس صح. من وين الوان الحب والعشق، فرق 60-70 سنة ضوئية بينك وبينها، شكله في هدف، يمكن جنسية، يمكن باسبور، يمكن فلوس، بس بحط طنك انه اخر الاحصاءات بتقول انه الاجانب الكبار بالسن بيعيشوا كتير، لانه بسبب يعني مثل ما بيقولوا النظام الطبي والصحي العالي الجودة يلي عندهم، فيمكن تنطر كتير، يمكن تقبرك وما تحقق منالك وبتكون قطفت نتيجة أعمالك. من ملامح وجهه سبحان الله هيك مبين انه ما انه مزبوط الموضوع كله. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. انتشر بشكل كبير عرض أزياء تنظم بدولة العراق. ليش هيدا العرض كان اكسترا اوردينير وغير متوقع وفيه كتير اشياء صادمة؟ خلينا نشوف. يعني ما شاء الله شو هالعرض الأزياء الفخم. من وين بدي بلش؟ من العارضات، بتحسون جايين من سوق الشرجة، ما شاء الله على هالعارضات الأزياء، ما بعرف عشو ارتكستو، شي مكبر المؤخرة، شي مكبر المقدمة، شي ما في شي من قدام، شي ما في شي من ورا، خلونا سكتين. أما المشي عن جد يعني 90-100 سنة تدريب على المسرح، مدربينكم كتير وتعبينين عليكم، بتحسون مستعجلين بدهم يفوتوا على التواليت. اما الملابس فحدث بلا حرج، ذوق شذا حسون بتقولوا، التياب اللي ما اللي كبتها سته على التختيه من اعراس عماتي بالثمانينات والتسعينات، من وين حاضين بهيدي التياب الهوت كوتير؟ ما شاء الله عنكم. يعني اكثر من هيك عرض ازياء تأثير وشحار ما شفت ولا راح اشوف. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. أثناء تصفحي موقع تيك توك كالعادة عم لاحظ في ظاهرة جديدة لأشخاص عم يدعيوا أنه هن منقبات ومستعدين يشيلوا النقاب إذا المتابعين أرسلوا لهم الهدايا. خلينا نشوف مقطع لتفهموا عن شو عم بحكي. يلا يا شباب تكبيس وشير. يلا يا شباب فين المطانيخ؟ المطانيخ فين؟ المطانيخ يا شباب المطانيخ؟ المطانيخ يا ربعي؟ باخد من المكبسين حالا؟ يلا يا شباب يلا يا شباب تكبيس وشير تكبيس وشير. يلا يا ربعي اللي هيسكر لي الهدف حالا يا شباب بشيل النقاب واضيفه على سنابي حالا حالا يا شباب. يلا يا شباب تكبيس وشير تكبيس وشير. المطانيخ فين؟ المطانيخ فين يطخوك هون مطرح ولا تحت الارض ريتك؟ عرات هالتيك توك يلي عم نشوف فيه يعني ما في ولا شرشوح ولا شرشوحة إلا منو لممون وحاططوا فيه. بتقولولي وليد ليش ما بتفتح تيك توك؟ ليش بدي افتح تيك توك بوجود هيك اشياء يا جماعة؟ شيء مش معقول. لبسي هالكولون وهالفيزو وعرضت لي أفاها ومدعي إنها هي منقبة وتجارة بهذا الموضوع، خلص بطل الشلح يفيدهم. يلا بندعي هلأ إنه نحن مسترين ومقابل انه نشيل الستة، يلا تعوا وادفعوا لنا مصاري. شيء مقزز كتير مؤخرا على هالاشياء الغير طبيعية والغير مألوفة يلي عم نشوفها على هذا الموقع والاف المشاهدات. انا بستغرب بس حتى يعني هذا مينيموم من الاشياء اللي عم شوفها. انا عم فرجيكم مثل من الوف. ولي تحت الارض رايتك جرسينا.
مثل العادة بدي أتشكركم بشكل كبير على الدعم يلي عم بتقدموا لي بكل حلقة من خلال ميزة السوبر تانكس يلي عم بتشجعونا من خلالها أنه نقدم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي. بحب أتشكر كل شخص تواصل معي على إنستغرام واقترح لي مواضيع لأنه في جزء كبير منهم أنا نقيتهم بهيدي الحلقة. إذا كنتوا عم بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، أهم خطوة لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.